مساء الفل على كل المشاهدين أو المتابعين من مواليد برج القوس. لو أنتم من المشاهدين فقط فيشرفنا إن أنتم تبقوا من الأعضاء المتفاعلين معنا في القناة. ده طبعا هيجي عن طريق الاشتراك، وعند تفعيل الجرس كده ضمنتم إن أسبوعيا هيجيلكم إشعارات من القناة بكل ما هو جديد من توقعات الفلك لمواليد برج القوس. مواليد برج القوس شهر نوفمبر 2024 هنتكلم على أهم الطاقات اللي ناتجة عن التحركات التي سوف تحدث معاكم في خلال هذا الشهر، لكن أيضا هنتكلم على أهم التوقعات والتحذيرات، وهنشوف مع بعض الفلك بيقول لكم إيه يا مواليد برج القوس بسبب هذه التحركات. فطبعا قبل ما نتكلم على التحركات الجديدة اللي هتحدث معاكم في خلال هذا الشهر، لازم ننوه على إيه التحركات اللي حدثت في الشهر اللي فات أو في الشهور السابقة وهتستمر ايضا معانا في خلال هذا الشهر. فبتكلمنا على طبعا اول تحرك اللي هيفضل زي ما هو معانا في خلال شهر نوفمبر، هو تواجد المشتري على برج الجوزاء. تواجد المشتري على برج الجوزاء يا مواليد برج القوس في خلال الفتره دي دخل اللي فيه مثلا امور دعم خاصه بالشراكات، اذا كان شراكه مع شريك الحياه او اذا كان شريك العمل. لذلك هنا الدعم هيبقى متواجد جميل جدا في خلال الفتره، زي ما احنا في الدعم مع الشركاء، حتى لو شريك الحياه كان في بينك وما بينك مشكله هتلاقي الامور هتبدا تلاقي لها حلول، حتى اذا كان حلول جميله او حتى كانت حلول مثلا لا قدر الله، لكن الغرض هنا اللي انت هتشوف الحلول اللي هتناسبك انت شخصيا يا مواليد برج القوس. هتشوف ايه الانسب لك في حياتك العاطفيه ان انت تبقى مثلا مع هذا الشخص، او مثلا الطريق كله حاجه بتقول لك اللي انت لازم تروح لشخص اخر، هتلاقي نفسك انت بتدور على مصلحتك العامه بالاخص في الامور العاطفيه او الشراكه مع اشخاص. طيب بالنسبه لتاني التحرك اللي ايضا مكمل معانا، ان زحل مكمل معانا في الحوت. طبعا زحل مكمل في الحوت، نبتون ايضا مكمل في الحوت. التحركين دول يا مواليد برج القوس بيقول لكم ان احنا لسه زي ما انتم المناوشات والتقلبات اللي بتحدث مع الامور العائليه زي ما هي، تعاملاتك مع المقربين زي ما هي فيها مناوشات نوعا ما، حبه فوق وحبه تحت، لسه زي ما احنا الطاقات دي ماسكه معانا، اللي هو في تركيز كده مسلط على علاقتك مع الاهل والمقربين. لذلك الفتره زي ما احنا ايضا نخش شهر نوفمبر فيها التقلبات دي زي ما هي. طيب تواجد اورانوس على برج الثور. تواجد اورانوس على برج الثور يا مواليد برج القوس ده كان سبب من الاسباب الرئيسيه ان في ايضا تغيرات كبيره بتحدث في العمل او في الصحه. طبعا بتختلف من شخص للاخر على حسب العشريه التركيز على اي امور خاصه بالعمل او الصحه. لذلك هنا التغيرات تلاقي مختلفه في العمل، وارد جدا ان يعني معظمكم يا مواليد برج القوس في الفترات السابقه تغيرتوا كتير اماكن عمل او حتى يعني مجال العمل ذات نفسه. يمكن عند البعض اساسا بطبعته ممكن طول عمره ما غيرش قبل كده شغلانات كتيره، لكن في خلال السنتين اللي فاتت مثلا تلاقي نفسه غير شغلانات كتيره جدا بسبب هذه الموضوع. لكن ايضا من ناحيه اخرى ممكن يقابلك تغيرات جميله جدا اذا كانت خاصه بامور العقارات، ايضا وارده جدا هتبقى خير في خلال هذه الفتره. طيب اجي بقى على التحركات الجديده ونبداها بالمريخ، متواجد على برج الاسد من يوم 3/11. تواجد المريخ على برج الاسد بالنسبه لكم يا مواليد برج القوس يمكن ده التحرك اللي هيبدا ان شاء الله في خلال الفتره، هيبدا يعلي امور جميله. يعني ايه؟ يعني في خلال الفتره دي في خلال الشهر نوفمبر وارد جدا ان انتوا يقابلكم امور خير، اذا كان في امور سفر او اذا كان مثلا في امور مستعجله، يعني انت مستني حاجه بطريقه سريعه، تصريح انت مستنيه، هتلاقي الامور اللي زي كده باذن الله تعالى هتبقى جميله. ناس اخرى ايضا هيجي لهم مثلا فيزت، النتيجه عن فيزت مثلا سفر او فيزت عمل او مثلا تصريح ببناء عقار او استثمار، حاجات زي كده ان شاء الله شهر نوفمبر ده هيبقى جميل بالنسبه لكم باذن الله تعالى في هذه الامور. الشمس زي ما هي مكمله على برج العقرب، طبعا هتبدا تتغير من يوم 21، لكن حتى 21 هيبقى الشمس زي ما هي مكمله على برج العقرب. ده بالنسبه لكم يا مواليد برج القوس ده السبب الرئيسي في الشك، التوتر، النرفزه اللي بدات معاكم في الايام السابقه وهتستمر ايضا في خلال هذا الشهر لغايه مثلا اسبوعين ثلاثه كمان قدام.
التوتر، الشك، اختلاف المصالح، اختلاف الآراء، الحاجات الشخصية دي أو في النفسية دي أو في عقلك اللي يود وتجيب ده، هتبقى برضه مستمرة معانا الأسبوعين القادمين أيضا. طيب، من يوم 2 نوفمبر، تواجد عطارد عليكم، تواجد عطارد على مواليد برج القوس. تأثير عطارد هنا من أحلى التأثيرات اللي هتعمل توازن مع تواجد الشمس في البيت ال 12. يعني ايه؟ تواجد عطارد معاكم في خلال الفترة هيخليك مهما كنت مثلا متوتر مضطرب بسبب تواجد الشمس معاكم في البيت ال 12، هتلاقي عطارد هنا بيحاول يرشدك في الآخر للطريق الصحيح. هتلاقي مثلا عامل لك حاجة زي طبعا بأمر ربنا حصن بيوجهك ان ده الطريق اللي انت لازم تمشي فيها قوس. لذلك عطارد هنا هيحاول يوجهك بطريقة جميلة جدا للخير بإذن الله. من يوم 25، يعني من يوم 25 11، هيبقى فيه تراجع لعطارد. تراجع العطارد ده هيخليكم أيضا في خلال الفترة حاولوا توقفوا أي أمور مهمة خاصة بعقود، أو إذا كانت أشياء ملزمة أو أشياء كتابية. الحاجات دي من يوم 25 لآخر الشهر خلي بالكم منهم يا كوس، بسبب التراجع ده لازم تخلي بالكم من الحاجات دي. طيب، يوم 11 نوفمبر، 11/11، الزهرة هتبقى متواجدة على برج الجدي. تواجد الزهرة في منطقة جميلة بالنسبة لكم، يعني بيت روعة بالنسبة لكم الجدي يا مواليد برج القوس، لأن تواجد الزهرة في برج الجدي ده هيبدأ يظبط معاكم أمور مالية. هتلاقوا إن شاء الله أبواب بدأت تتفتح، هتلاقي لسانك ده بقى جميل في الإقناع، وارد جدا في خلال الفترة إن تبقى فيه مثلا عقود جديدة تبدأ تحدث خاصة بمشاريع جميلة، بأرباح حلوة، هتلاقي نفسك نشط وبتعرف توصل ازاي للامان المادي في خلال اليومين القادمين. وارد جدا ايضا ان انت تسمع اخبار خير عن امور معلقة، او مثلا ارباح زادت، او اللي انت تبيع عقار او تبيع شيء كان واقف معطل بقاله فترة. فهي فترة جميلة اللي انت ان شاء الله يجي لك العروض باسعار، او يجي لك مثلا ارباح، او اي حاجة خاصة بالمال ان شاء الله هتلاقي لكم جاية جميلة، تلاقي ان شاء الله فيها طاقات خير بالاخص من بدايه يوم 11. يوم 19 نوفمبر، 19 نوفمبر وتحرك بيحدث مره من 12 ل 30 سنه، وهو تحرك كوكب بلوتو. بلوتو خلاص خرج من الجدي وراح على الدلو. بلوتو خرج من الباب اللي كان مقفل عليكم ماليا، وهيبدا ان شاء الله يتحرك على بيت اخر، ده اللي ايضا هيفتح بالنسبه لكم بالنسبه للامور الماليه. تواجد بلوتو في البيت الثالث او ما نصح على برج الدلو هيبدا ياثر معاكم تاثيرات مهمه على اشياء اساسيه. الاشياء الاساسيه دي وهي علاقتكم بالناس من حولكم. هتلاقي في خلال الفتره دي من بعد تواجد بلوتو، من بعد دخول بلوتو لبرج الدلو، هتلاقي انتوا راح تلاحظوا ان علاقتكم بالناس المقربين، اللي هم المقربين اللي هم تتعاملوا معاهم بطريقه يوميه او بطريقه دايمه، يعني مثلا الناس اللي كل يوم بتشوفهم في الشغل، الناس اللي بتقابلهم مثلا اسبوعيا في منطقه، في اجتماع، في نادي اجتماعي، على قهوه، هتلاقي علاقتك بالناس دي بدات تختلف 180 درجه. وال 180 درجه ليه؟ هتبقى للافضل، لان انت في الفتره دي التحرك ده هيبدا يدعمك في تغييرات، تحولات، تطورات اجتماعية من حولك، هتبدأ إن شاء الله تظبط وتحاول إن هي يعني تعمل الدايرة بتاعتها إن تبقى خير عليكم يا مواليد برج القوس. فيا مواليد برج القوس، إن شاء الله التحركات جميلة مش وحشة، يعني حتى التحركات الصعبة إن شاء الله يعني التحركات الصعبة تلاقي التحركات الكويسة بتلحقها. لذلك إن شاء الله تفائلوا بالخير تجدوه، والفترة بإذن الله هتبقى خير عليكم. وكده يبقى وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، أتمنى تنال إعجاب حضراتكم، وما تنسوش أيضا بعد الفيديو ده كل يومين ثلاثة هنزل شوية فيديوهات عن التحركات والتوقعات اللي هتبقى ناتجة
عن تواجد القمر في هذه الفترة. فبكده يبقى وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، أتمنى تنال إعجاب حضراتكم، وما تنسوش الاشتراك مع تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا ومع ألف سلامة.